رانا نحضروا في ظروف جيدة بعد الفوز الأخير اللي جاء بعد الظروف اللي عشناها الكل يعلم بها. دونك حنا الحمد لله اللاعبين راهم يجاوبوا مع العمل اللي نقوموا به. كما يقول لك ركزنا على الاسترجاع أكثر لأن ما كانش عندنا وقت كافي تاني باش نحضروا المقابلة جاية تاع يوم الأحد ضد فريق نجم مقرى اللي هو تاني راه في أحسن الأحوال تاعه بعد التأهل تاعهم المستحق اللي حقوه أمام فريق كيما موليت الجزائر. دونك بصحتهم التأهل لكأس الجزائر، لكن مقابلة البطولة تختلف. نظن باللي عندنا نفس الحظوظ بما هما تاني عندهم فريق الله يبارك متماسك، عندهم لاعبين يحسنوا اللعب، لهذا تنتظرنا مواجهة صعبة. لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الظروف تاعها والعوامل اللي يكونوا يوم المقابله. تنتظرنا سفريه طويله، لهذا التخوف يكون شويه من الاسترجاع، لكن نظن باللي عندنا السلاح تاعنا اللي نقاوموا به باش نديروا المستحيل باش نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. العوده هذه تكون ايجابيه ان شاء الله. اللاعبين اللي برهنوا بالاداء تاعهم باللي يستحقوا يكونوا في المجموعه، لهذا الوجود تاعهم ان شاء الله يزيد يساعد اللاعبين الاخرين ان شاء الله. المجموعه متكامله ولا لا؟ ان شاء الله كل شاء الله. لا نظن باللي المجموعه متكامله، اللاعبين عندنا مجموعه تاع لاعبين. حنا اللي يكون في علم الجميع ان ماشي سهله باش تستدعي اللاعبين 18 لاعب، ماشي سهله باش دير 11. بعض اللاعبين ما يعجبهمش الحال لما ما يستدعوش، لكن هذه سنه الحياه، هذه كره القدم. القانون يقول 18 لاعب و11 لاعب، وحنايا نتعاملوا مع اللاعبين اللي يكونوا احسن جاهزيه ونشوفوهم حنايا احسن جاهزيه، ما نديروا على حتى واحد خاطرش الناس تحكم في الغيبي الله يهديهم، هذا ما نقول لهم. حنايا اللاعب اللي نشوفوه عنده الجاهزيه كبيره ويستحق يكون في الفريق في المجموعه دابور تاع 18 ولا يكون اساسي، حنا ما علينا الا نلبوا كما يقول لك هذاك لونفي اللي يكون عند هذا اللاعب، باسكو اللي يكون عنده لونفي يكون عنده الرغبه باش يكون متواجد في القائمه، وحنا هذه هي باش تكون بون كونكورونس ان شاء الله.